في راس الحربه، يعني مشكله بتؤرق مستر كوبر بشكل كبير جدا، ما عندوش راس حربه. يعني كان ايام كابتن حسن شحاته كان في يعني لحد دلوقتي انا باخد لم يفرز الكلام. مين قال ان ما عندوش؟ هو اللي ما بيختارش، هو بيختار اللعيبه المحترفه فقط لا غير. مين يا كابتن؟ ما بيبصش. عندنا اللعيب بتاع ايمد اسمه ايه؟ عمرو مرعي. عمرو مرعي ده لعيب من اللعيبه السترايكر اللي حتى لو ما كان شريك خبرات فاهمين، حتى لو ما هو النهارده انت هتجيب الخبرات ازاي؟ في الوقت اللي احنا كنا بنشتغل فيه كنا الناس اللي بنعجب بيها كنا بنجيبها. بنجيبها ايه؟ بنحضرها معانا. بنحضرها من اتجاهات كتيره جدا، بنحضرها فنيا وبدنيا ونفسيا ومعنويا. نفسيا ومعنويا دول اساس من الاسس اللي لازم هو يعتمد عليها. ازاي؟ كل اللعيبه اللي كانت كنا بنجيبها يا نهار ابيض، اللعيبه دي هتيجي وهيبقى بيتمرن مع ابو تريكه وقاعد بياكل مع ابو تريكه مثلا، ومع وائل جمعه ومع احمد فتحي ومع عمرو الزاكي ومع دول الناس الكبار دول اللي هم ابهروا الجمهور المصري والشعب المصري، مش هيبهر اللعيبه الصغيره. فكنا بنحضر اللعيبه، وعندنا اللي يبهر اللعيبه عندنا محمد صلاح وعندنا النني وعندنا لعيبه بسم الله زي الفل، ورمضان صبحي ومحمد صلاح وعندنا الواد كهربا وعندنا تريزيجيه وعندنا لعيبه عارف انت ازاي. لكن هو مش عاوز يستعين باي لعيبه من اللعيبه المصريين، بيستعين دايما باللعيبه المحترفين بره، واللعيبه المحترفين بره دول مش هيبقوا تحت امره، يعني مش هيقدر يعني يخلوهم يعدوا او يستعدوا الاستعداد الجيد للماتشات الدوليه اللي هي ممكن تاهلنا لكاس العالم او تاهلنا لامم افريقيا. ان شاء الله هنوصل كاس العالم، واحنا قريبين جدا جدا ان شاء الله من نهائيات كاس العالم. لكن احنا في المفروض في الوقت الحالي بقول ان انا كلامي مجروح، كل شويه اقول كلامي مجروح، انت عارف انا كنت ماسك المنتخب وربنا كرمنا في تحقيق انجازات كبيره جدا جدا. فاي كلام هقوله مش كويس ها هيؤخذ عليا، لكن انا عمري ما اتكلمت على حد مش كويس. لكن اللي انا كنت بكلمه بقول احنا ما بنلعبش كوره، احنا ما بنلعبش كوره. هو الراجل كوبر عنده استراتيجيه معينه ما زال ماشي عليها، وهو قال ان انا ما اقدرش اغير استراتيجيتي على الاقل في الوقت الحالي، لكن استراتيجيته ديت بيلعب بيكسب مش له حاجه. وانا واحد من الناس بقول لك اللي بتكسب بيه العب بيه، انا طول عمري اقول كده، اللي بتكسب بيه العب بيه، مش هتستمر الحال لكده. يعني انت شفت احنا امم افريقيا ما كانش عندنا امل ان احنا نوصل للدور الثاني، لكن بروح اللعيبه بامكانيات اللعيبه بالمستوى اللي كان بيرتفع من مباراه لمباراه ربنا وفقنا ووصلنا النهائي وخسرنا في النهائي برضو. يعني مش عاوز اقول خسرنا واحنا المفروض ما نخسرش، احنا المفروض ما نخسرش لكن كان لازم يجي لنا وقت يفوقنا. هو لغايه دلوقتي ما فاقش، يعني بعد افريقيا بعد تونس بعد افريقيا هو ما فاقش، ما هو تونس بعد افريقيا بكتير. ان هو بقى بيستعد بشكل كويس ما بيستعدش ده راجع لاتحاد الكوره. يعني انا مش هتهم ومش هتهم انا كوبر في عدم استعداده بشكل كويس. وانا دي جمله قلتها لما جم قالوا لي انت ايه رايك للمنتخب بعد كده وبتاع، قلت له والله المنتخب لازم يستعد كويس، لو ما استعدش كويس يبقى احنا هنبقى قاعدين متوترين وهنبقى قاعدين في قلق. فلازم اتحاد الكوره يجهز له الحاجه اللي هو عاوزها اللي تاهله وتاهل لعيبته لمستوى عالي. هو مش عاوز غير، هو مصمم على المحترفين. المحترفين انت مش هتعمل معاهم حاجه، حتى لو عملت تجمع شهر هم مش هيجوا لك قبل الماتش الا باربع ايام. ده انا بقول لك هو اللائحه بتقول كده، لائحه الاتحاد الدولي بتقول كده. فانت النهارده بتروح تتفرج على ماتشات الدوري، الجهاز بيروح يتفرج على ماتشات الدوري، طب ايه النتيجه بعد الفرجه بتاعتكم؟ ايه النتيجه؟ مفيش نتيجه. لغايه النهارده ما عندناش زي بعض هقول لك كده بالبلدي اللمسه ولعبه، اللمسه ولعبه، لا عندنا لونج باص استحوذنا عليها خدناها ما خدناهاش هي بقت للخصم، هي دي الاستراتيجيه اللي هو ماشي عليها. انا بقول له بعد اذن حضرتك عندك لعيبه كوره كويسه قوي قوي، خلي لعيبه الكوره تتعود في تمرينها او تتعود في الوقت اللي انت بتجمعهم فيه ان هم يتمرنوا على الجماعيه مش الفرديه. الفرقه اللي بتستحوذ على الكوره اغلب الوقت بيبقى لها اليد الطوله في نتيجه المباراه، وطبعا نتيجه المباراه بتوفيق من عند ربنا، لا بس ربنا صعب بيوفقه. لكن النهارده انا ما بلعبش كوره، انا بلعبش كوره، انا عاوز العب كوره لان عندي لعيبه